هذه دفعه وركله جزاء، ركله جزاء للبنك الاهلي. هذه اللعبه مره ثانيه، وهذه الدفعة فعلا في ظهر اللاعب حسام الصانع، 24 سنة حسام الصانع قادم من فريق بنها. يلعب عند حسام الصانع، يغير مسار اللعب بالسنتيمتر يا ولد. يا سلام على الرؤية، ويا سلام على دقة التمرير. عمل لونج باص جانبية بشكل ممتاز جدا. برافو الصانع، برافو الصانع، صانع الألعاب في البنك الأهلي حسام الصانع. عاوز يمر، يلعب العرضية، وحسام الصانع منتهى الأداء القوي. We'll be right back.
وادي تدخل على حسام الصانع وركله حره. عبها للصانع ضغط عليه من احمد سعد حط جسمه كده معاه.